المسيح المخلص، يسوع المسيح هو الوحيد الذي يختص بهذا الاسم، إذ مكتوب: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا هو لقب الله في العهد القديم: أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري؟ إله بار ومخلص ليس سواي. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. فإذا هذا اسم يسوع ولقبه يعبر عن طبيعته وجوهره وعمله. لقد جاء المسيح ليخلص من الخطية، لقد جاء المسيح ليخلص من العبودية ويطلقنا إلى الحرية، لقد جاء المسيح ليخلصنا من الدينونة الآتية والغضب الآتي، لقد جاء المسيح ليخلصنا حتى تكون لنا الحياة الأبدية. إنه خلاص من الهلاك. لقد جاء المسيح ليخلصنا من المرض ويقدم لنا الشفاء الكامل، خلاص كامل وشامل وعامل، خلاص الروح والجسد، خلاص التبرير والتقديس والتمجيد. فهو الوحيد الذي يخلص، إذ قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. مكتوب أيضا: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ولقد أعطانا ضمان هذا الخلاص. مكتوب: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. لقد جاء المسيح ليخلص. قل له: ارحمني يا رب، خلصني من الخطية، أنا أؤمن بك، أنت مخلصي وربي، أنت المخلص الوحيد. آمين.